فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يقول ما معناها وهل هي خاصة؟ توحيد، معناها التوحيد. الإسلام يعني التوحيد، دين الأنبياء واحد، كلهم على التوحيد، إفراد الله بالعبادة، كلهم على الإسلام الذي هو التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم فهم عقيدتهم واحدة. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.